بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا بشكر الجامعة الإسلامية على تخصيص هذا اليوم لمناقشة موضوع السرطان. في الحقيقة مثل هذه اللقاءات من شأنها في النهاية أن تحسن من حالة الخدمة المقدمة لمرضى السرطان. أنا راح أكون يعني متفائل في المحاضرة هذه لأنه في كتير ادفانسز صارت في خلال العشرين سنة الماضية بخصوص علاج مرضى السرطان. هلا في بداية حالات كتير من السرطان في عندنا أكثر من 100 نوع من حالات ال أنا أحكي بالعربي مش هيك ولا كيف؟ خلاص مش مشكلة من هذا. أكثر من 100 نوع من أنواع السرطان وكل نوع بيختلف كليا عن النوع الثاني. يعني ما في مقارنة أبدا بين علاج مثلا سرطان الدم أو سرطان الثدي، كل واحد بيختلف نهائي. طبعا زي ما تفضلوا جميعا يعني انه في العالم في زياده حقيقيه في اعداد السرطان، وهذه شغله سيئه، ولكن الشغله برضه الكويسه انه في تقدم حقيقي ايضا تم اكتشافهم في خلال 20 سنه الماضيه بخصوص علاج مرضى السرطان. وبالتالي احنا لاحظنا في خلال السنوات الماضيه نسبه الوفيات عم تنزل ونسبة الناجين من مرضى السرطان عم بتزيد. هلا في الـ لو ناخذ دولة يعني متقدمة فيها بحث علمي كويس وفيها احصائيات يعني الارقى في العالم اللي هي في الولايات المتحدة، ونقارن ما بين سنة 1990 ل 2010 حنلاقي في الـ 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 نسبة الوفيات من السرطان عم تنزل بشكل واضح من 215 حالة في 1990 لحوالي 170 حالة في 2010. هلأ وفي ناس بنسميهم إحنا سيرفايفرز من المرض اللي هم بيعيشوا أكثر من 5 سنوات بدون سرطان. هذول كانوا ما يعادلوا في 1990 ما يعادلوا 7 مليون حالياً في أو مش حالياً حتى بس في 2010 كان الضعف هذا 14 مليون. فعلشان هيك في عنا في ناس كثير عم تشفى من السرطان، ولازم نعرف يعني القاعدة شوية نغيرها إنه الكانسر is not equal to death. مش مريض معه سرطان معه آخر شيء حيموت، لا بالعكس. في 2012 كان في 32.6 مليون شخص survived الكانسر، يعني عاش وانتهى المرض منه وضلوا على قيد الحياة أكثر من 5 سنوات بعد تشخيص السرطان. طبعا هذا بدل إنه فعلا هذا الأرقام ما كنا نحكي فيها زمان، احنا حاليا بنحكي فعلا انه في تقدم موجود في علاج السرطان. هذا طبعا مش جهد واحد، هذه جهود كثيره. واحده منهم اللي هو العلاج. العلاج في ادويه جديده، في العلاج بالاشعاع برضه اختلف، في تقنيات جديده في علاج الاشعاع. العلاجات الجراحيه برضه فيها انواع جديده، في اندوسكوبيك سيرجريز، في اقل مضاعفات، وفي ادويه جديده في اخر 5 سنوات تتكلم على العلاج المناعي اللي هو الاميونوثيرابي. الشغله الثانيه انه بنقدر انه نحمي انفسنا من السرطان عن طريق مثلا الانفكشن ريليتد كانسرز. كثير من الكانسرز لها علاقه بال بالجراثيم يعني. وفي 2006 تم اعتماد اللي هو الفاكسينيشن اجينست هيومن بابيلوما فيروس كوقايه لسرطان عنق الرحم عند السيدات. طبعا تم اكتشاف كثير من الكانسر سنسيتيفيتي جينز، وهذول الجينات اللي هو الان معظم الادويه ومعظم الاكتشافات كلها على موضوع اللي هو التغير في الجينات وتغير في البرودكتس اللي هي المواد اللي بتطلع من الجينات. وهذه يمكن وبرضه الناس اللي عندهم جينات مؤهله انهم يصابوا بالسرطان، طبعا في طرق معينه سواء كانت ادويه او جراحات معينه لتخفيف او لتقليل من نسبه الاصابه بالسرطان. طبعا بتهمنا كثير مريض السرطان مش بس علاجه، موضوع كامل متكامل اللي هو بنسميه كواليتي اوف لايف للمرضى هذول، انه نحسن وضع العلاج نخليه اقل توكسيك، وهذا اللي صار في خلال السنوات الماضيه. العلاج ما يكون مكثف كثير ويتعب المريض بشكل كبير. والشغله الثالثه اللي هي الباليتيف كير انتجريشن، يعني الباليتيف كير اللي هو العلاج التلطيفي مش شغله سهله يعني زي ما الناس تتخيل، يعني الباليتيف كير ان اعطي مورفين لمريض واحسن وجعه،
لا هذا موضوع كبير كثير. هذه سب سبيشاليتي في الانترنال ميديسن اسمها بالياتيف كير، يعني ناس بتخصص سنوات عشان يوصلوا لهذه الشغله، وهذه اقسام كبيره موجوده في مراكز علاج الاورام بتقدم كل الخدمه من ناحيه تحسين الاعراض طبعا رقم واحد، والشغله الثانيه اللي هي دعم نفسي ودعم مجتمعي ودعم العائله، تحسين وضع المريض بشكل عام ككل يعني. طبعا عدد اعداد السرفايفرز زي ما حكينا قبل شويه عم بتزيد، وهذا بتعطينا مجال للبحث العلمي. هذه شغله. الشغله الثانيه بنكتشف اعراض جانبيه للادويه ممكن تكون في خلال يعني بعد 20 سنه مثلا من اعضاء العلاج، وبنعرف انه في متابعه جيده للمرض هذولا بناء للمرضى هذولا بناء على دراسات وبناء على ابحاث. يعني مثلا مرضى مثلا سرطان القولون مثلا كيف بدي اعمل له انا مثلا متابعه عن طريق فحوصات معينه او صور معينه او مناظير، كل شيء مدروس وكل شيء ايفيدنس بيست، ما في حاجه الا في عليها دراسات، ولازم ولازم احنا طبعا برضو اكيد نتبع هذه الدراسات. في خلال علاج السرطان في خلال السنوات الخمسين سنة الماضية في مناطق كانت مهمة كتير، اللي في 1965 صار في شفاء لمرضى اللي عندهم هوشكينز ليمفوما اللي هو عن طريق الكيموثيرابي، وحاليا زي ما احنا بنعرف ان هوشكينز ليمفوما معظمهم يعني اكثر من 90% منهم بيشفوا من العلاج الكيماوي. في 1977 عالجوا التستيكولار كانسر، وصار التستيكولار كانسر هلا هاي كيورابل ديزيز حوالي مضمون حوالي اكثر من 90%. في 1990s بشكل عام ظهرت الادويه المضاده للاعراض الجانبيه تبعت الكيماوي اللي هي للغثيان والاستفراغ زي 5-HT3 انهبيتورز، وبعدين نيوروكاين 1 انهبيتورز. في 2001 كانت في صيحه كبيره في الالم بشكل عام على اللي هو على التارجتد ثيرابي في الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، لما تم اكتشاف الايماتينيب أستيروزين كينيز إنهيبيتور بيشتغل على البرودكت تبع الجين اللي ناتج من الترانسلوكيشن 922 اللي هو الفيلادلفيا كروموزوم. في 2006 الفاكسين واز ابروفد تو بريفنت سيرفيكال كانسر. بشكل عام التريتمنت موداليتي سيرجري كيموثيرابي راديوثيرابي وهرمونال ثيرابي وتارجتد ثيرابي وهرمون ثيرابي. بتضل الجراحه، اكون سريع شويه بس، بتضل الجراحه هي الاساس في علاج السرطان في اماكن في حالات كثيره. طبعا الجراحه ما لها علاقه في سرطانات الدم اكيد، يعني سرطان الدم اللي احنا بنحكي عليها اللوكيميس والليمفومس والمالتيبل مايلومس، وما في اي شفاء بننتظره من المريض بدون جراحه كويسه. حتى مهما وفرنا له الادويه مثلا سرطان الثدي او سرطان القولون، مهما وفرنا من الادويه بدون جراحه كويسه ما ننتظر انه الكيور. سو بالذات في البريس في الجي اي كانسرز في سرطان الرئه والجينيتوري والجاينوكولوجيكال اند اذرز كانسرز. في برنسبلز اوف سيرجري بس في اختصار، يعني السيرجريز مش اي سيرجن از سيرجيكال اونكولوجيست، او يعني شود بي دون باي سبيشالست ان سيرجيكال اونكولوجي. هلا هذه مشكله هنا عندنا في غزه طبعا، لانه ما في عندنا سيرجرز بيشتغلوا بس حالات سرطان. فبالتالي طبعا بتهمنا الخبره في الشغله هذه، قديش الجراح عم بيشتغل حالات سرطان اكثر، قديش بيكون عنده خبره اكثر. والاصل انه يكون يعني متمرسين بشكل اكبر، وما بيشتغلوا الا حالات السرطان زي ما في الدول الثانيه. هلا السرطان لازم ينشال بشكل كامل، ما بيصير انه شيء نص السرطان ونخلي نصه، طبعا هذه مشكله كبيره. ولازم اللي هو الاستئصال يكون يحدد من قبل العمليه، مستحيل انه احنا نفتح البطن وبعدين نحكي والله لا طلع لا يمكن استئصال الورم، لازم تكون الشغله محدده من قبل. وفي حالات انه السرطان غير قابل للاستئصال الجراحي يتم اعطاء علاج كيماوي قبل الجراحه حتى انه يصغره ويخليه مهيئ للجراحه، وهذه الشغله بنسميها نيو ادجوفنت ثيرابي. الكيموثيرابي من 1941 جولدمان وجيرمان فيرست ادمنستر نيتروجين مستعد استخدموا هذا الدواء لعلاج المرضى اللي عندهم الليمفوما. وتعرف الليمفوما نوعا ما قابله للعلاج الكيماوي وبيشفوا منها حالات كثيره، يعني بالذات الهوشكين، وحاليا طبعا الهوشكين. هلا في عندنا اكثر من 50 علاج كيماوي متوفر، ولكن الملاحظ في السنوات الاخيره في 20 سنه الماضيه ما في ولا دواء كيماوي طلع جديد، مع انه في عندنا اكثر من 100 علاج مستخدم للسرطان تم اكتشافهم في خلال 20 سنه الماضيه، ولا واحد فيهم علاج كيماوي.
كلهم بنسميها من العلاجات البيولوجية أو العلاجات الموجهة أو العلاجات المناعية. هلا العلاج الكيماوي مشكلته إنه بيشتغل على في المحصلة بغض النظر هو بيشتغل على فيز معينة أو بيشتغل على فيز معينة من السايكل. في المحصلة إنه بيعمل دي إن إيه دامج وبيعمل سيتوتوكسيك إفكت. هلا المحصلة هذه بتأذي معظم الخلايا، عشان هيك الأعراض الجانبية تبعت العلاج الكيماوي كثيرة. وكانت مشكلة العلاج علاج السرطان إنه أدوية العلاج الكيماوي مش سهلة يعني. الأعراض الجانبية تبعتها أحيانا بنستخدمه لقصد الشفاء فقط، يعني العلاج الكيماوي يعطى لحاله في حالة الليمفومس واللوكيميا بس نسبة الاستجابة عالية ونسبة الشفاء برضو بعد، أو أحيانا بنعطيه بعد العملية زي سرطان القولون والثدي، أحيانا بنعطيه قبل العملية، أحيانا سرطان الثدي إذا كانت الغدة كبيرة بدها استئصال بس ما في إمكانية إلا بعد ما يصغر الورم، أو في حالة أو سرطان مثلا اليورين نظر اللي هو المثانة. أحيانا بكون لازم نعطيه مع العلاج الإشعاعي فقط. الأنال كانسر ما بيتعالج بالجراحة، الأنال كانسر مثلا بيتعالج بس إشعاع مع كيماوي. أحيانا بالياتيف في حالات الأدفانس وميتاستاتيك ديزيز لما يكون مرض منتشر بس بنعطي علاج، وطبعا هذا العلاج مهم يعني حتى لو المرض منتشر موجود في كل مكان في الجسم. هنا العلاج الكيماوي بيلعب دور نحسن اللي بنسميها كواليتي اوف لايف ونحسن كمان السرفايفل، يعني ما في دواء بنعطيه الا يكون عليه دراسات انه حتى عمر المرضى والله اعلم انه عم بيتحسن. بالنسبه للراديو ثيرابي المبدا يعني بيقوم على ديستركشن اوف كانسر سيلز باي ايونايزنج راديشن. اكثر من نص المرضى من نص لثلثين المرضى بيحتاجوا هذا العلاج في فتره من علاجهم. ممكن يؤدى عن طريق جهاز خارجي اللي بنسميه external beam radiation، وفي السنوات الأخيرة صار في اللي هو شو بنسميه brachytherapy، يعني زرع جهاز الإشعاع في داخل الجسم في مكان محدد، وهذه حتكون أسهل وأحسن وإلها وأعراض الجانبية حتكون أفضل برضو. طبعاً بنعطي العلاج الإشعاع عن طريق جلسات، كل جلسة يمكن 10 دقائق وربع ساعة، 5 جلسات في الأسبوع. طبعاً ممكن المريض يأخذ حسب الوضع من 5 جلسات ل 30 جلسة حسب الحالة الصحية تبعته. الراديو ثيرابي بينفع في حالات كثيره، البروستات، اللارينكس. حاليا احنا ما في شيء اسمه بروستاتكتومي في سرطان البروستات، بنعطي علاج اشعاعي بدل الجراحه. ونفس الشيء في الهيد اند نيك كانسرز كلهم بالذات في اللارينكس، اسمه اورجان بريزرفيشن، نحافظ على اللارينكس عن طريق انه العلاج الاشعاعي بيكون. العلاج الاشعاعي في الشغلات هذه فيري افكتيف وبحل موضوع الجراحة ومشاكل الجراحة في المناطق الصعبة هذه. كيوراتيف أدجوفنت يعني بعد العمليات، حالات كثيرة بيحتاجوا من سرطان الثدي أو سرطان الرحم بيحتاجوا لعلاج إشعاعي بعد الجراحة. أحيانا بنعطيه قبل الجراحة في الريكتال بالذات، يعني أحيانا بنعطيه مع العلاج الكيماوي زي ما حكينا قبل شوية في الأنال كانسر وفي السيرفكس، وأحيانا بالياتيف للمرضى اللي عندهم مرض منتشر في أماكن زي العظم مثلا بيعمل وجع كثير، أو في الدماغ أو عامل سبينال كورد كومبريشن. هلا في الشغلة الثانية اللي بنستخدم في علاج السرطاني والعلاج الهرموني، لا شك العلاج الهرموني عدى مراحل كثيرة من التطور في خلال آخر سنوات. العلاج الهرموني بنعطي في حالات انه في ورم، الورم هذا بيتغذى على الهرمون، يعني حنسميه هيك. هذول بالذات البريست كانسر والبروستيت كانسر، هذول لو بنقطع عنهم التغذيه اللي هي الهرمون فبالتالي حنعالج المرض. ايش ميزاتهم؟ ميزاتهم هو تقريبا ما في اعراض جانبيه للعلاج الهرموني. العلاج الهرموني هايلي افكتيف صراحه، حتى اكثر من العلاج الكيماوي. وحاليا في الوقت الحاضر في عندنا اكثر من 3 أو 4 خطوط من العلاج، يعني كان زمان بس في مثلا تاموكسيفين في سرطان الثدي، بعدين صار في اللي هو الاروماتيز انهبيتورز ستيرويدال ونون ستيرويدال، وبعدين في ادويه جديده في خلال السنوات الثانيه في خلال السنوات الاخيره. طبعا بنستخدمه في تو ديبريفيت او بلوك استروجينز في البريست كانسر او الاندروجينز في البروستيت كانسر. طبعا لازم الريسبتورز تكون معموله في البريست، بس في البروستيت ما في داعي يعني نعمل ريسبتورز لانه كل سرطانات الثدي لها علاقه في سرطان البروستاتا لها علاقه في الهرمون. ممكن نستخدمه قبل العمليه او
او بعد العمليه او العلاج الطبيعي، وزي التاروس الفيلتروزول الاستروزول في البريست كانسر وفي البروستيت كانسر زي فلوتاميد ميكروتاميد اند جوزريلين. هلا كل هذا كان زمان، هلا احنا في اخر 20 سنه بنحكي على التارجتد ثيرابي، والتارجت ثيرابي هي اللي حتوصلنا ان شاء الله الى انه نحل موضوع الكانسر بشكل جدي يعني. والكانسر حيصير بعد فتره مش كثيره، حيصير واحده من تنتين، يا اما كيورابل ديزيز يا اما كرونيك ديزيز، حيتعايشوا مع المرضى زي السكر والضغط وامراض ثانيه انه بده يضلوا على العلاج على طول. هلا كانت في كلام كثير، وهذا كل اللي اشتغلوا في الحقل الطبي عرفوه في وقتها في 2001 على دواء اسمه جليفك. جليفك عمل تغيير كثير في مرضى اللي عندهم سرطان الدم المزمن الابيض. هلا دول كانوا يتعالجوا بالكيماو وبيموتوا. لما تم اكتشاف للجين برودكت انه بيشتغل على التيروزين كينيز، فطلعوا التيروزين كينيز انهبيتورز، واحد فيهم اللي هو الاماتينين، وصار تقريبا الريسبونس ريت في الحالات هذه اكثر من 95% الهيماتولوجيكال ريسبونسز. طبعا في خلال السنوات الثانيه طلعت ميراكل بيل، هذه كانت ادويه تستخدم في سرطان الرئه، وبعدين تشتغل على ريسبتورز معينه، وبعدين تطورت الامور. في كل سنه تقريبا في عندنا نيو دراجز، لما وصلنا لاخر شيء انه اكثر من 100 دراج بيستخدم في هذا المجال. هلا القصد في الموضوع بنسميها تارجت ثيرابي، ما بتشتغل على اي شيء، هي بتشتغل على شغله محدده بالضبط. اذا في تارجت، التارجت اللي هي الريسبتورز الموجوده على السيل سيرفيس، زي مثلا الاي جي اف ار او هير 2 او هير 3 او 4 او اي جي اف ار او في جي اف فاسكولاريتيريال جروث فاكتورز، كل هذول في المحصله حياته اشارات عن طريق تيروزين كينيز للخليه للنيوكلس، وبالتالي حيصير في تزيد حيصير في سرطان يعني، حتزيد البروليفريشن والديفرنشيشن والشغلات هذه. هلا احنا تو بلوك ذيس ريسبتورز، هو هذا القصد في التارجت ثيرابي. طبعا في ادويه كثير، اول دواء كان هذول اسمه انتيبوديز، كلهم بينتهوا بكلمه ماب مونوكلونال انتيبوديز. هلا اول دواء ديتوكسيماب كان مبروك في قبل 20 سنه بالضبط من الان. بعد هيك اللي هو تراستوزوماب، ايبيباسيزوماب، اليتوزوماب ومالتراك. هلا في خلال بعد هيك طلعت اللي هي الادويه بتشتغل على التيروزين كينيز، اللي هو اللي بيوصل ما بين الريسبتورز والنيوكلاس، اللي هي بالذات ادويه السرطان الدم المزمن، طلع اللي هو الايماتينيب، وبعد الايماتينيب اجى داستينيب، وبعد داستينيب اجى اللي هو نايلوتينيب، بعدين في ادويه جديده نيكسافار اللي هو السورفينيب، استخدموا لمرضى اللي عندهم سرطان الكلية، وبعدين سرطان حاليا يستخدم هو الدواء الأساس في علاج سرطان الكبد. إذا الـ first targeted drug was أخذ FDA approval اللي هو الريتوكسيماب، بعد هيك في 98 اللي هو تراستوزوماب في علاج سرطان الثدي، وبعدين جاء الإماتينيب. حاليا احنا من 97 ل 2016 في عنا أكثر من 100 agent approved for treatment of cancers. في طبعاً في جزء منهم بيعمل نتائج كويس، في جزء منهم بيعملش يعني، مش كل المرضى طبعاً بتحسنوا على الأدوية هذه. هلأ ليش مش كل المرضى بتحسنوا؟ لأنه المرضى بيختلفوا كلياً عن بعض من ناحية الجينومز. إذا في كل cancer في genetic alterations معينة معروفة، وهذه العلاجات محددة مخصصة لهذه genetic alterations. يعني إذا كنا زمان نحكي عن سرطان الرئة كسرطان واحد، فحالياً سرطان الرئة عبارة عن سرطانات متعددة، common cancers and collections of rare cancers. ليش؟ لأنه في mutations معينة موجودة، مثلاً EGFR mutation أو KRAS mutation، فهذول بيختلفوا كلياً علاج المرضى. حالياً لما بدي أعالج مريض عنده سرطان الرئة، المفروض أعرف الموتيشن في الأول الموجود، وبعدين أعطيه علاج بناسب هذه الموتيشن. هلا غير هيك لو اخذنا بس مثلا الاي جي اف ار نفسه لحاله، حنلاقي انه في منه انواع بتختلف من الموتيشن، مثلا اكزون 19 ديليشنز او اذرز. طبعا كل هذول في المحصله حياخذوا علاج بيختلف عن علاج ثاني. فهلا بدل ما كنا نحكي انه وان كانسر اسمه لان كانسر، حقيقه بنحكي لان كانسر وذ موتيشن او وذاوت موتيشن، ايش نوع الموتيشن الموجوده، وبالتالي بنعطي التارجت دراج بالضبط. يعني انا يعني طبعا امثله كثيره انه في الموضوع هذا، بس يعني هو هذا الموضوع اللي حيشتغلوا عليه خلال السنوات الجايه.
في الـ في الـ في الميلانوما مثلا في عندهم شغله اسمها براف. هلا البرضه عندهم براف صاروا يستجيبوا على ادويه كثيره، وحتى البراف نفسه مقسم الى اقسام. اخر حاجه طلعت في 2011 اللي شغله بسموها الاميون ثيرابي. الاميون ثيرابي اللي هي العلاج المناعي، في 2011 صار في ابروفال لدواء اسمه ايبيليموماب، وبعدين بمبروليزوماب وليفلوماب، وحاليا في عندنا ادويه كثيره بتشتغل على انواع كثير من السرطانات هذه. القصف الاميون ثيرابي انه في واحده من الميكانيزمز اكشن، انه في عندنا علاقه ما بين التي سيلز والتيومر سيلز. هذه العلاقه عن طريق شغله اسمها بروجرام ديث ريسبتورز، بي دي ريسبتورز. هلا في حاله انه انفصلت هذه العلاقه عن طريق ادويه معينه، ممكن نرجع السل لطبيعتها وبالتالي تشتغل شغلها الحقيقي في المناعه وتعالج مرضى السرطان. الايبيليموماب بيشتغل على شغله بنسميها سي تي اف اي 4 اللي هي سايتوتوكسيك تي لينفوسايت انتيجين 4. المهم المحصله انه هذول الادويه بلوكينج ذس باث واي وود ريستور بروموت ذا فانكشن of chronically exhausted tumor specific T cells and decreased tumor induced immune suppression. طبعا موجود ال PD-L1 expression موجود في حال في بعض السرطانات زي ما احنا شايفين. طبعا لما يكون expressed معناته المريض بيحتاج للعلاج هذا. في خلال اذا ال 97 لل 2015 في ادويه كثير تم اكتشافها بناء على تغيرات في الجينات زي ما هو موجود فوق. في المحصلة احنا يعني بعاد كثير انه نوصل للكلام اللي حكيناه. احنا عندنا في غزة بدي احكي شغلة، انه الدواء اللي كان ابروفد في 1997 صار له 20 سنة، احنا عندنا بنحول المرضى على شهر لغاية الآن. وضع الأدوية كثير سيء، وضع الخدمة الصحية المقدمة لمرضى السرطان كثير سيئة. يعني أنا أحكي لكم إنه كل مريض سرطان حاليا لازم نحوله حتى على مجرد إنه ياخذ حبوب، يعني بس بده يروح على الضفة اللي هو مش مكان بعيد كثير، يعني الجزء الثاني من الوطن، بس عشان ياخذ دواء معين ويجي. في حال انه توفرت بعض الادويه هذه حيكون واقع علاج مرضى السرطان في غزه كثير اختلف ان شاء الله. يعطيكم العافيه وشكرا كثير.